أنا حبيت ألتقى فيكم قبل ما تبلش دورة الألعاب جريح الوطن وقبل ما تدخلوا بجو المنافسة لقلكم قديش أنا فخورة فيكم وقديش أنا وسيادة الرئيس طبعاً وكل السوريين فخورين بالروح التحدي اللي موجودة بكل واحد فيكم. هي الروح هي اللي خلتكم ما تنكسروا بعد الإصابة وهي اللي خلتكم تستمروا بنفس الإصرار وبنفس الثبات. هي نفسها اللي خلتكم تتجاوزوا كل العثرات والعوائق اللي واجهتوها. دورة ألعاب جريح الوطن أهميتها مو بس لأنه أول مرة بيصير حدث رياضي لجرحانا البواسل مع كل فوائده الصحية والنفسية والجسدية اللي أنتوا أكيد بتعرفوها، أهميتها أنه هي بترسخ أنه الجريح قادر ومتمكن مو شعار، هو حقيقة بإرادتكم وبتصميمكم. أنتوا اللي عملتوه حقيقة وصار واقع ملموس، واقع أنه أنتوا قادرين مو بس تتحركوا، أنتوا قادرين تمارسوا هواياتكم ونشاطاتكم وتحققوا طموحاتكم، سواء كانت العلمية بالشهادات أو العملية بالمشاريع. بمشاركتكم بهاي البطولة أنتوا حملتوا رسالة الأمل والإصرار. هاي الرسالة كلياتنا لازم نتعلم منها، اللي هي ما بس كانت بوابة لتطوير قدراتكم ومهاراتكم الرياضية وأنتوا من محافظات مختلفة، لا، هي كمان كانت فرصة للتواصل بين بعضكم البعض ولتكوين العلاقات والصداقات ولتبادل الخبرات والتجارب، بس هي كمان فرصة لإغناء مشروع جريح الوطن بآرائكم وأفكاركم البناءة والمستدامة. لأنه جريح الوطن ما له مشروع يوم أو ساعة أو شهر، هو رفيق الدرب. دورة الألعاب اللي لح تنطلق بكرة لح تكون حدث رياضي سنوي وركن أساسي من أركان المشروع، بجهود كبيرة لفريق متنوع أساسه شباب وصبايا فريق عمل جريح الوطن، وبتعاون طبعاً كامل مع الاتحاد الرياضي ومحافظة اللاذقية وبقية المؤسسات اللي كانت داعمة لهي البطولة. أكيد أنا كمان بدي أشكرهم كلهم على جهودهم. كل واحد فيكم بيتمنى أو بيطمح لتحقيق الميداليات، بس كمان ما لازم ننسى إنه مشاركتكم اليوم هي بحد ذاتها ميدالية لإلنا كلنا. أنتوا رفعتوا راس وطنكم وسوريا رح يضل راسها مرفوع بفضل تضحياتكم. بالميدان أنتوا كنتوا مدرسة بالبطولة، وبعد الإصابة أنتوا مدرسة بالإرادة والإصرار، واليوم أنتوا مدرسة بالنجاح والتفوق. موفقين كلياتكم. لقيناها تجربة حلوة كتير ورائعة. يعني أول شغلة نحن بتعلمنا قوة الإرادة، طلعنا من جو نحن كنا فايتين فيه، مثلا طلعنا من جو حرب. بس شو عملت لك إلك أنت لشخصيتك؟ عملت لي شيء كتير رائع، يعني أنا غيرت لي نفسيتي قوة. أول شغلة بنيت، يعني بلشت ابني جسمي، قوي عضلات يعني حتى مشان امشي. يعني انا كان عندي شلل، انا اموري اليوم يعني صرت بمشي على عكاكيز، يعني كان يعني عندي هلا كذا، كان عندي شلل انا، يعني قوتني بحياتي. ونحن بنتمنى انه تم مستمر هالرياضه لانه يعني شيء كثير رائع وبتقوينا على مستوى الجرحى. مستوى الجرحى انه في ناس كثير استفادت لوضع الصحي بحاجه هيك دوره لوضع الصحي قبل الشارك في بطولات، وبإذن الله نكفي فيها بطولات على مستوى العالم.